ما شاء الله، ذا كوبو جونيور، كالبور بويل، ماستر افريقي. وده سلطان ما شاء الله، كلب هاسكي جرو صغير، اكبر من كوب حوالي شهر، واول لقاء بينهم النهارده. سلطان توسعش دايره كوفو مع الهاسكي، طبعا معروف بيحب يوسع الدوائر ويبعد عن صاحبه بقدر عادي، لان هو كلب واثق في نفسه، بل احنا عايزينه يبقى في دايره اصغر شويه. سلطان كوفو عايز يقول له اللعب اللي فيه جري ده مش هيجي معايا. فرق عنه على طول. ايه تعال طول ما انت بتلعب بغشامة مش هتلاقي اللي يلعب معاك، انت حر. تبدأ عملية الصيد. نادي على سلاطين. تدلوش تصفيرة ليه تنبهه؟ سلطان خد كوفو، كوفو هنا ركز. ناديت على كوفو بالطريقه دي علشان في ناس معديين، فكوفو ممكن يبدا يتوجه معاهم كجرو صغير ان هو عايز يروح لهم يستحشفهم يلعب معاهم حبا في الناس يعني، فلازم اعرفه ان انا هنا. هي امر ما شاء الله. سلطان عرف ان كوفو ما بيجريش وراه مسافات طويلة، فبص راح المسافة الآمنة اللي يمدد فيها وعرف ان كوفو مش هيطوله. حابب اعتذر لكم عن الثلاث ايام اللي فاتوا او الاربع ايام اللي فاتوا، كان عندي مشاكل مع الكاميرا والتليفون وبرنامج المونتاج كل حاجة تقريبا، فعملنا سوفت جديد، وان شاء الله الحلقات اللي جاية تكون ورا بعض بإذن الله. الكوفو جونيور والكلاب اللي هو بيقابلها ده اللي هركز عليه الفترة الجاية اللي هي حياتي مع الجرو ده إن شاء الله، وأظهر لكم كل أسبوع حلقة الليل بإذن الله، وده أكتر من اللي كان قبل كده. قبل كده أنا كنت بصور كل شهر يمكن حلقتين ثلاثة، فإحنا هنخلي الليل بيظهر كل أسبوع حلقة أو أكتر، والجرو ده كل يوم إن شاء الله حلقة لغاية ما يوصل للمرحلة اللي يستقر فيها في تعليمه. الجرو ده ابن إنزو البوربويل. انزو ليه صفحة على الفيسبوك اسمها ماستيف هاب انزو انديفا، هحط لكم اللينك بتاعها للناس اللي مهتمة بالبريد ده وبالنوع ده وتفاصيله. كوفو كوفو ايه ما شاء الله، شايفين ان انت تقول للكلب اسمه مش شرط يجيلك، هو المطالب منه يبص لك، عايز بقى يجيلك تقول له تعال كوفو، ملهاش دعوه بيها. كوفو كوفو تعال اقعد دب دب، شاطر دب تاني، لا دي لف دي لف دب، شكلك هتهوى وتعمل صوت دب، شاطر
تب. لا دي الصوت مش جاي معاك. طب يلا تعال كفو، يلا يلا تعال نشوف سلطان. كفو يلا. سلطان اهو. العب معاه لعبة حنين هيحبك ويقعد يلعب معاك. تنزل النزلة دي. بيحب مشية الصيد كله. سلطان فرحت ما شاء الله، عمال يروح يقعد عند صاحبه بس كوفو مش سايبه. سلطان في نفس الوقت عايز يلعب جري مش عط، يعني عايز يلعب نجري جنب بعض احسن من ان احنا نقعد نعض بعض. مش جاي مع العط ما شاء الله. فرهد خلاص يا كوفو. المشكلة ان عمرو صاحبي لو قام فمش هيقعدوا هنا، مش هتبقى دي البلاي اريا بتاعتهم. كفو خلاص بقى على الهادي. خلاص بقى خلاص شاطر. بص مجرد ما يسمع خلاص. كفو خلاص. لا كفو خلاص خلاص. لا دي اول مره منعه فيها عن جرو او عن كلب. بس بقى استنى متعود امنعه عن ابني عن الناس عن اللعب، انما عن كلاب دي جديده هستمر فيها لغايه لما ننجح عادي. شاطر شاطر يا كوفو. ايوه كده ود بقى. لا لا كوفو كوفو هدي اللعب. مش هتهدي اللعب. بس هو بيلعب مش بس سلطان لسه مش فاهم طريقه اللعب دي معاه. طيب احنا هنسيبهم يكملوا لعب. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، هي حلقه خفيفه بس كده بعرفكم فيها سبب الغياب، بطمنكم على كوفو، نتعرف على سلطان الجرو الهاسكي. متنسوش لو انتوا على اليوتيوب تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، لو انتوا على الفيسبوك لايك وفولو صفحتنا، والحلقه دي لو عجبتك ما تنساش تديها لايك، اكتب لي تعليق حاجة عايز تشوفها او رأيك. وشكرا. كان معكم محمود عاطف خلف الكاميرا. بابا
كوبو تعال. ساتر.